بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. صدق الله العظيم. الأول بلا أول كان قبله، الآخر بلا آخر يكون بعده، الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين، وعجزت عن نعته أوهام الواصفين. يا من ذكره شرف للذاكرين، وشكره فوز للشاكرين، وطاعته نجاة للطائعين. يا رب، أنت الذي وسعت كل شيء رحمة وعلما، وجعلت لكل مخلوق في نعمك سهما، وأنت الذي عطاؤه أكبر من منعه، وعفوه أعلى من عقابه. ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في اليوم الثاني من الأسبوع الثقافي، والذي تقيمه وزارة الأوقاف برعاية معالي فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. ويحضر معنا في هذا اللقاء الإيماني المبارك فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عزت، الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وفضيلة الشيخ أحمد الغنام، عضو الإدارة المركزية لشؤون الدعوة، كما يحضر معنا القارئ الشيخ محمود السعيد، والمبتهل الشيخ كمال أبو عرب. وموضوع اليوم هو من الموضوعات المهمة التي تمثل أساس التعامل بين المسلمين، وجوهر رسالة الإسلام. موضوعنا في هذا الملتقى الإيماني عن الرحمة وسمات المجتمع المسلم. الرحمة مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم، مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فالقوي يعطف على الضعيف، والغني يساعد الفقير، والكبير يعطف على الصغير، والصحيح يعطف على المريض. كل إنسان يساعد بما لديه من عطاء رباني في خدمة مجتمع الإسلام. أيها الإخوة الأحباب، يقول الهادي البشير صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. الذاكر لله حي، والغافل عن ذكر الله ميت. ويقول جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. خير ما نستهل به هذا اللقاء الإيماني المبارك آيات من الذكر الحكيم. وهذا اللقاء إخوة الإيمان يحضر معنا فيه فضيلة الدكتور سعيد حامد، مدير الدعوة بمديرية أوقاف القاهرة، كما يحضر معنا الدكتور منتصف محمود، مدير الإدارات بالمديرية، والشيخ كامل محمد أحمد، مدير إدارة حلوان، والشيخ شعبان عبد الحليم توفيق، مفتش المساجد، والشيخ حسام عبد السميع محمد هاشم، مفتش المساجد،
والشيخ إبراهيم محمود عبد الجليل إمام المسجد، مسجد المراغي بجامع حلوان بمحافظة القاهرة. نستهل هذا اللقاء الإيماني المبارك بآيات من الذكر الحكيم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود السعيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر، وكل شيء إن المؤمنين
كذبان
هذا الكتاب الذي نسمو بعزته ذكر لقومي إذا راموه عنوانا، ومن عجيب يضل الناس عن سفه ويسلكون سبيل الغي عميانا، ويحملون سراجا من هدايته ويذهبون مع الأوهام نكرانا، كالعير تلقى على البيداء مصرعها ظمأ وتحمل سجل الماء ملآنا. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هكذا أيها الإخوة الأحباب، عشنا في رحاب هذه التلاوة المباركة والتي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود السعيد، من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب جامع المراغي بحي حلوان بمحافظة القاهرة. أيها الإخوة، نستمع الآن إلى هذه الكلمة من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عزت الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. أحمدك يا الله حمد الشاكرين، وأشكرك شكر الحامدين، وأستلهمك فأنت الملهم، وأطلب مددك فمنك المدد وعنك المدد. اللهم لا علم لأحد إلا من علمك فمنك العلم، ولا فضل لأحد إلا من فضلك فبك الفضل، ولا خير لأحد إلا من خيرك فعنك الخير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله. ثم أما بعد، الله سبحانه وتعالى سمى ووصف نفسه بالرحيم. الرحيم في نعمائه، والرحيم في ضرائه وبلائه سبحانه وتعالى. فكل أقدار الله عز وجل رحمة للعبد. يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: إن البلاء في الكون كمثل اعوجاج القوس، وهو عين الاستقامة، وأنه لو استقام لما رمى. البلاء في الكون كمثل اعوجاج القوس، ولو أن القوس استقام لما رمى. والعوام يقولون ابتلاؤه رحمة، ابتلاؤه رحمة، فأقدار الله عز وجل كلها خير، وعسى أن تكرهوا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وكما يقول شيخنا الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى: ما أيده الواقع من خير فيما نكره، ومن شر فيما نحب، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فالرحمة وصفت في كتاب الله عز وجل بالخزائن، أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. وأول ما يلفت أنظار حينما نفتح كتاب الله سبحانه وتعالى ونقرأ فيه
هو أن كل سورة من سور القرآن الكريم ما عدا سورة التوبة تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. كان من الممكن أن يجمع الحق سبحانه وتعالى بين صفة الرحمن وصفة أخرى، الودود، الغفور، الجبار، المنتقم، لكن الحق سبحانه وتعالى جمع بين صفتين متقاربتين في المعنى، وإن كان للعلماء آراء متعددة في معاني الصفتين، إلا أن الصفتين متقاربتين، أن هاتين الصفتين متقاربين، الرحمن الرحيم. لما؟ لأن الحق سبحانه وتعالى أراد أن يعطي انطباعاً أكيداً أن الرحمة مقدمة بلا منازع على كل الصفات الأخرى، وأن التعامل في دين الله والتعامل بين خلق الله يكون على أساس الرحمة. يؤكد هذا المعنى أن أول سورة في القرآن الكريم سورة الفاتحة تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، وأحد آيات سورة الفاتحة الرحمن الرحيم، والمسلم يكرر سورة الفاتحة في صلاته 17 مرة، يكرر صفتي الرحمن الرحيم 4 مرات في كل ركعة، بمعنى أنه يكرر هاتين الصفتين 68 مرة في صلاته طول يومه، ليؤكد على هذا المعنى أن الأساس في التعامل بين خلق الله سبحانه وتعالى على أساس الرحمة، ليثبت ذلك في قلبه أن أساس التعامل على الرحمة. الأحاديث كثيرة متكاثرة التي تؤكد هذا المعنى، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يحدث عن رب العزة: رحمتي سبقت غضبي، أي أن الرحمة مقدمة على الغضب، وأن الرفق واللين مقدم على الشدة. ونستطيع أن نلخص سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قول الحق سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهو يقول عن نفسه صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس، إنما أنا رحمة مهداة، صلى الله عليه وآله وسلم. مشايخنا وعلماؤنا كانوا وما زالوا أول حديث يعلمونه لطالب العلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. حديث عند علماء الأزهر الشريف يسمى بالحديث المسلسل بالأولية. أول شيء يعلم الطالب في الأزهر الشريف على يد مشايخه وعلمائه هذا الحديث: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ليكون رحيماً بكل خلق الله، كباراً وصغاراً، نساءً ورجالاً، شباباً وشيوخاً، مع الكون من حوله. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، قطة صغيرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن بغيا من بغايا بني إسرائيل غفر الحق سبحانه وتعالى له، لأنه سقى كلبا.
فديننا قائم كله على الرحمة حتى في الصلاة. فأحد الصحابة يشتكي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من رجل يطيل الصلاة، فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن منكم منفرين، من أم بالناس فليخفف، فإن منهم المريض، منهم الضعيف، منهم ذا الحاجة، رحمة بخلق الله سبحانه وتعالى. فالإسلام دين قائم على الرحمة، قائم على الخير، قائم على الجمال، فهو دين الإنسانية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هكذا أيها الإخوة الأحباب، رأينا أن الرحمة في الإسلام ليست مقصورة على مكان دون مكان، ولا قوم دون قوم، ولا زمان دون زمان. فالرحمة في الإسلام رحمة عامة تشمل الصغير والكبير، القوي والضعيف، تشمل كل العوالم، من عالم الإنس إلى عالم النبات إلى عالم الحيوان، كما تشمل أيضاً عالم الجن. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما بعث إلا رحمة للعالمين، كل العالمين. يروى أن الأقرع بن حابس التميمي دخل يوماً على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده يقبر الحسن والحسين، فقال: يا رسول الله، إن لي عشرة من الأبناء ما قبلت واحداً منهم قط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وماذا أملك إن كان الله قد نزع الرحمة من قلبك؟ من لا يرحم لا يرحم. وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. أيها الإخوة الأحباب، ونواصل الحديث عن الرحمة مع فضيلة الشيخ أحمد الغنام، عضو الإدارة المركزية لشؤون الدعوة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فمبتدأ قولنا اليوم نقول: وبالله تعالى التوفيق، إن ربنا تبارك وتعالى قال عن نفسه في كتابه: ورحمتي وسعت كل شيء. وقد لخص ربنا سبحانه وتعالى بعثة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ومضمون رسالته، فقال له سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ونحن الآن سنأخذ من هاتين الآيتين الكريمتين بعض الأمثلة والنماذج على رحمة الله تبارك وتعالى بعباده من خلال دينه الإسلام، لنعلم أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان، وأن هذا الإسلام هو دين الرحمة على الحقيقة. فلننظر مثلا في التشريع الإسلامي كيف أن الله تبارك وتعالى قد راعى في تشريعاته الرحمة بعباده والتلطف بهم والعطف عليهم. فمثلا قال الله سبحانه وتعالى وهو يشرع لنا تشريع التوريث في كتابه في سورة النساء، عشان ناخذ بالنا من بعض الملامح من رحمة الإسلام بالناس. قال الله عز وجل: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. هذه رحمة في التشريع، حين تنظر نظرة متأمل ومتدبر لأحكام الشرع في هذا الباب تجد أن الله تبارك وتعالى قد رحم هؤلاء الأصناف إذا حضروا مجلس التوريث بعد وفاة المورث،
وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى. ملمح آخر أو صورة أخرى، وربنا سبحانه وتعالى وهو يحكي عن رجل يريد أن يطلق امرأته ليتزوج بامرأة أخرى، أراد الله عز وجل الرحمة بالمطلقة فقال سبحانه: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. كأن الله عز وجل يريد أن يقول: ارحموا هذه الضعيفة، ارحم يا من تريد أن تبدل زوجة مكان أخرى، ارحم هذه التي تريد أن تطلقها، فلا تأخذ شيئا مما أعطيتها إياه قبل النكاح بها اللي هو المهر، وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى في تشريعاته. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أدخل في الصلاة فأريد أن أطيل بها فأسمع صراخ الصغير مع أمه، طفل صغير يبكي مع أمه في الصفوف الخلفية يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جعلت قرة عينه في الصلاة، فرحمة بأمه يجوز النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. هي دي الرحمة، رحمة التشريع، رحمة التشريعات الإسلامية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من إذا أما أحدكم فليخفف، فإن في المصلين المريض والضعيف وذا الحاجة. الله سبحانه وتعالى قد وضع التشريعات المتكاملة التي تشتمل على الرحمة والعطف. والحقيقة أن صور الرحمة عند النبي صلى الله عليه وسلم متكررة ومتعددة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد ورد عنه الرحمة بالصغار، فها هو صلى الله عليه وسلم يحمل ابنة ابنته أمامة بنت ابنته زينب رضي الله عنهما، يحملها في الصلاة، إذا قام في الصلاة حملها، فإذا سجد وضعها، فإذا قام مرة أخرى حملها، رحمة بها صلى الله عليه وسلم. وكذلك رحمته صلى الله عليه وسلم بالجماد. أنت متخيل أن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم تعدت الكائنات الحية فوصلت إلى الجماد، فها هو النبي صلى الله عليه وسلم حين أراد أن يخطب في الناس في مسجده وضعوا له جذع نخلة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم عليه ليخطب في الناس حتى صنع له منبر صلى الله عليه وسلم. فلما وقف على المنبر أول مرة سمع للجذع أنين، وفي رواية أخرى صوت كصوت البعير، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على منبره. أنت متخيل الوضع كده، النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر فيسمع للجذع أنين، فينزل النبي صلى الله عليه وسلم من على منبره. أنا عايزك تتصور هذا المشهد لتعلم مدى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، نحن لا نتحدث عن إنسان عادي، ولا نتحدث عن إمام عادي أو خطيب عادي أو واعظ عادي، بل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، المكلم بالوحي والمؤيد به والذي يحمل أعباء النبوة وأعباء أمته، ينزل من على المنبر لأنه سمع للجذع أنينا، الجذع حن للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزل النبي من على المنبر فضمه إليه فسكن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو تركته لبقي أنينه إلى يوم القيامة. رحمة من النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا تتوالى المشاهد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه أعظم هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، ما الذي يدفعه لأن يشتري أعبدا وإماء ضعافا وفقراء ومساكين من أغنياء قريش وهم يعذبونهم لأنهم آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعوا الدين؟ ما الذي يجبر أبا بكر رضي الله عنه أن يشتري هؤلاء فيعتقهم في سبيل الله تبارك وتعالى؟ إنها الرحمة التي وضعها الله عز وجل في قلبه، لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله عنه، من مبتدئه
منذ مبتدئه مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو رحمة رضي الله عنه بهذه الأمة، يشتري الأعبد والإماء فيعتقها في سبيل الله. الذي دفعه على ذلك إنما هي الرحمة التي وضعها الله عز وجل في قلبه. كذلك عمر، ما الذي يدفعه أن يحمل الدقيق على كاهليه بالسمن ويذهب إلى تلك المرأة التي تشتكي الجوع هي وصغارها؟ ما الذي يدفعه أن يحمل وهو أمير للمؤمنين؟ الرحمة التي وضعها الله عز وجل في قلبه. أبو عبيدة بن الجراح، ما الذي يدفعه وهو واليا على الشام أن يداوي المرضى بنفسه وأن يدفن الموتى بنفسه في طاعون عمواس رضي الله عنه؟ ما الذي يدفعه أن يفعل ذلك؟ إنما هي الرحمة التي أودعها الله عز وجل في قلبه. وإنما استلهم هؤلاء الصحابة الكرام رضوان الله عليهم الرحمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك استلهموها من آيات الذكر الحكيم. فإن المتأمل لآيات الذكر الحكيم يعلم أن الرحمة انفعال وفعل، انفعال أي شعور من القلب، تلاقي نفسك كده تتعاطف مع الشيء اللي قدامك، العطف والحنان هذا شعور داخلي في قلبك، لكن لا ينبغي أن يتوقف عند كونه شعورا داخليا، بل ينبغي أن يترجم على أرض الواقع في عمل وفي فعل تفعله بيديك. هذا هو واجب الوقت الآن. النبي صلى الله عليه وسلم حين يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ليه؟ نحن الآن في هذا التوقيت تحديدا واجب الوقت يلزمنا أن يرحم بعضنا بعضا، أن يرحم غنينا فقيرنا، وأن يرحم قوينا ضعيفنا، وأن يرحم صحيحنا سقيمنا، وأن يرحم عالمنا جاهلنا. هذا هو واجب الوقت. الرحمة ليست كلمة تقال، وليس أمرا عاديا يقال، ولا فعل كده عادي، وإنما هو منهج حياة نأخذه منهج حياة من كتاب ربنا ومن التشريعات الإسلامية ومن سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكذا من سيرة أصحابه وأوليائه، ثم نترجم هذا كله فيصير واقعا عمليا بين المسلمين فيما بينهم وبين بعضهم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اجعل مصرنا أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصرنا أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاتوا من الحب والإخلاص واسقوني، فإن قلبي بطه جد مفتوني. هو المعلم والدنيا تلامذة، منارة العلم في كل الميادين. دعا إلى الله في حب وفي أدب وفي سلام وفي رفق وفي لين، فكان أرحم من أم على ولد، وكان أرأف قلبا بالمساكين. لم يحمل السيف جبارا ولا ملكا، لكن يدافع عن عرض وعن دين. وحقا إخوة الإيمان، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفه ربه بالمؤمنين رؤوف الرحيم، ولما لا؟ وقد كان صلى الله عليه وسلم رحيما حتى بأعدائه الذين آذوه وأدموا قدميه الشريفتين، حتى نزل إليه ملك الجبال وقال له: يا محمد، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت، والأخشبان جبلان في مكة. لكن الرسول الرحمة المهداة يرد على ملك الموت ويقول: لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله
أو لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله تعالى. جاء المنذر الهادي لهم يدعو لأمر الواحد القهار، فتنكروا للحق والنور الذي يهدي إلى أمن وطيب قرار، يؤذونه فيقول يا رب اهدهم واغفر لهم وقهم عذاب النار. أيها الإخوة الأحباب، نستمع الآن إلى هذه الابتهالات والمدائح النبوية من فضيلة المبتهل الشيخ كمال أبو عرب. سيدي يا رسول الله، يا سيد الرسل الكرام، سيدي يا رسول الله، Oh.
نبي كامل الأوصاف، نبي لين الأطاف، تمت محاسنه فقيل له الحبيب. حبيب الله، رسول الله، اللهم احفظ مصرنا واحفظ أمنها وجيشها وشعبها ورئيسها وعلماءها هذا اللقاء الإيماني المبارك. أقول لكم همسة رحمة، إذا أردنا أن نرضي الله ونرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونكون رحماء بحق كما وصفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الماتع: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فيجب على كل واحد منا أن يبحث في عائلته عن صاحب حاجة، عن فقير أو مسكين أو مريض، ليزيل همه ويكشف عنه كربه، حتى نكون بحق رحماء يحبهم الله ورسوله. هذه الرحمة إخوة الإيمان في هذا الوقت العصيب، إذا أردنا أن نتحدث عنها من خلال فقه الأولويات،
تعد أفضل من الجهاد في سبيل الله، بل من أفضل العبادات في هذا الزمان، لأنها تخفف عن الضعفاء. فينبغي أن نتعاون فيما بيننا، وأن نتكافل، وأن يساعد القوي الضعيف والصحيح السقيم، وهكذا. ولن أطيل عليكم بهذا القدر، نكتفي من هذا اللقاء الإيماني المبارك. وختاماً نتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد عزت الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ولفضيلة الشيخ أحمد الغنام عضو الإدارة المركزية لشؤون الدعوة، كما نشكر فضيلة الشيخ محمود السعيد وفضيلة المبتهل الشيخ كمال أبو عرب. وحضر معنا هذا اللقاء الإيماني المبارك الدكتور سعيد حامد مدير الدعوة بمديرية أوقاف القاهرة، والدكتور منتصف محمود مدير الإدارات بالمديرية، والشيخ كامل محمد أحمد مدير إدارة حلوان، والشيخ شعبان عبد الحميد توفيق، والشيخ حسام عبد السميع محمد هاشم مفتشي المساجد، كما حضر معنا الشيخ إبراهيم محمود عبد الجليل إمام المسجد مسجد المراغي بحلوان. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا من حزبك، فإن حزبك هم المفلحون. اللهم اجعلنا من جندك، فإن جندك هم الغالبون. اللهم اجعلنا من أوليائك، فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعل مصر أمناً أماناً، سلماً سلاماً، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. واجعلنا رحماء فيما بيننا بكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.